على هذه الأرصفة تحضر جزء من المأساة اليمنية المتداعية منذ سنوات، وبهذه الوجوه المتبرمة واليائسة التي سئمت الانتظار تغيب ملامح العيد. الكل موظفون من مختلف القطاعات وجرحى أيضاً في انتظار صرف رواتبهم المتأخرة، فلا الإجراءات الاحترازية من كورونا ولا الريح ولا المطر والبرد تمنعهم من التزاحم أمام الأبواب الموصدة. نحن الآن ما معناش يعني كسوة حق الأولاد وحق أطفالنا، أجينا اليوم ندور الراتب. طبعا الكريم يرقل مواطن أو رأس مالي عنده أموال، الدولة التقت الكريم سلمات، لكن لا ندري أين الدولة وأين السلطة المحلية وأين نبيل شمسان وأين من يتابع شؤون الجرحى، شؤون الشهداء، شؤون المواطنين، الناس الفقراء والمساكين جالسين في الشوارع ما حصلوش على حاجة. لا حاجة كي يسمع المسؤولون صراخ وسخط العامة ليوقظوا ضمائرهم، فهم يعلمون أكثر من غيرهم عن وضع هؤلاء، لكنهم لا يلقون بالا لهم ويقيمون بعيدا عنهم. يحدث هذا في تعز حيث تتراكم معاناة الناس ويتصاعد الاحتجاج اليومي دون أن يلقى استجابة تذكر، ومنذ 5 أشهر يطالب الموظفون وعلى رأسهم المعلمون بصرف مستحقاتهم المالية، وما إن جاء العيد حتى وجهت السلطات بصرف راتب واحد لا يكفي لسد احتياجاتهم. 5 شهور لن نسلم راتب، أدوا لنا راتب ليلة العيد، نشتري بو كشوي الجوال، ولا نشتري بو حنة، ولا نشتري بو بدلات، ولا نشتري بو بر، ولا نزكي بو، ولا نسلم بو على الجيران. الله تقوم الله. وللآن الكريمي ما فتح الساعة 12، بعدين وصلنا الساعة 12 المحلات مغلقين البدلاء. والراتب لمن ندو راعي البقالة، ولا ندو لي سلام للأسرة، ولا ندو نشتري بو بر، ولا نشتري مقاضي، ولا نسلم إيجار، ما نسوي بالراتب، فاهمونا. هي صرخة وجع وقهر لا حدود لعذاباتها، وهي كل ما يطلقه لسان كل موظف في اليمن الغارق في الدم وسوء التغذية منذ 5 سنوات. لا يختلف الوضع في تعز عن غيرها من المحافظات الخاضعة للسيطرة الشرعية، لكنها الأكثر صراخا وتغييبا، ويرجع الأمر ربما لغياب السلطة المحلية وعدم اثراتها لمطالب الناس واحتياجاتهم. الحكومة الشرعية ومثل كل مرة تعلل انقطاع الرواتب بمسلسل الانقلابات في صنعاء وعدن وتعثر جهودها في هذا الملف. وفي مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يعيش 600,000 موظف حكومي بلا رواتب ولا مصادر دخل أخرى تعينهم على تأمين احتياجاتهم المعيشية، إلا ما توزعه منظمة الأمم المتحدة أحياناً من مبالغ نقدية يتقرصن جزءاً منها الحوثيون.